اسمي مريم، سني 19 سنة، طولي 170 ووزني 115. قررت أعمل عملية لأنني عايزة أعيش سني، وإن عملية الروبوت دي تقنية جديدة دكتور محمد ضياء شرحها لي إن هي بسيطة جدا، وإن العملية دي هخرج نفس اليوم ومفيش ألم فيها، وأنا أول حالة في مصر والشرق الأوسط إن أعمل التقنية الحديثة دي. أنا عرفت الدكتور محمد ضياء من عن طريق الفيسبوك، وهو دكتور متميز جدا وممتاز وانا بحب اشكره. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد ضياء سرحان، استاذ جراحات سن بالقصر العيني جامعه القاهره، وزميل كليه الجراحين الملكيه بلندن. النهارده انا فخور جدا وانا واقف قدام حضراتكم عشان احنا بنعلن عن اول عمليه بتتعمل في مصر وافريقيا، ثاني عمليه بتتعمل في الشرق الاوسط لجراحه سنه بالروبوت الجراحي. الروبوت تقنية حديثة جدا، ابتدت في أمريكا وفي أوروبا من فترة وإحنا كنا متأخرين. النهاردة إحنا فخورين إن إحنا بنبتدي التقنية دي في مصر، فخورين إن إحنا بنعمل أول عملية النهاردة لشابة مصرية جميلة اسمها مريم. مريم شابة جميلة عايزة تخس وترجع لحياتها الطبيعية، مش عايزة تخش في مرض من أمراض السمنة المفرطة، واختارت ان هي تعمل العمليه بالروبوت الجراحي. فبتلجا النهارده ان هي تعمل العمليه، انما كانت متخوفه جدا من العمليه. لما شرحت لها قد ايه جراحه الروبوت امنه جدا، حديثه جدا، هي تحمست جدا ان هي تكون اول حاله. ده هيمكنها ان هي تعمل العمليه من فتحات دقيقه جدا متناهيه الصغر، تقدر تخرج في نفس يوم العمليه غير بقيه العمليات الجراحيه المتعارف عليها، لان الالم بيكون قليل جدا جدا في العملية وبعد العملية. العملية غير ما ناس كتير فاكرة اللي بيجريها الجراح، إنما الروبوت ده أداة بتساعدنا، لأن هي تقنية حديثة جدا في عمل العملية. العملية بتكون أدق، لأن إحنا بنبقى شايفين كل حاجة مكبرة جدا وثلاثية الأبعاد. الحاجة الأهم من ده إن العملية بتتعمل بدقة شديدة، فنسبة حدوث مضاعفات تقريبا مش موجودة، متناهية يعني نسبة قليلة جدا، وبالتالي هي أأمن للمريض بشكل كبير جدا. بإذن الله ربنا يكرمنا ونرفع اسم مصر النهاردة، وبإذن الله تتم أول عملية على خير، وهنطمنكم بإذن الله النهاردة وإحنا خارجين من المستشفى. يا جماعة مبروك، احنا بنعلن نجاح اول عملية في مصر وفي افريقيا، وتاني عملية في الشرق الاوسط لجراحات السمنة بالروبوت الجراحي. الف مبروك. شكرا يا جماعة، بنشكر التيم كله، نشكر التيم كله اللي شاركنا النهاردة. في تيم جاي من برا مصر من شركة الروبوت، وفي الجراحين المصريين اللي معانا في فريق التخدير، ونشكرهم كلنا استاذ مهاب، نشكرهم كلنا على اول عمليه روبوت جراحي في جمهوريه مصر العربيه لجراحات السمنه. الف حمد لله على السلامه يا مريم. الحمد لله فضل ربنا كرم ربنا. احنا دلوقتي 12 ساعه بعد اول عمليه روبوت جراحي لجراحات السمنه في مصر وافريقيا وكان على الشرق الاوسط، جايين دلوقتي نسلم على مريم ونخرجها من المستشفى. لا الف مبروك العمليه مريم. الناس كلها نفسها تطمن عليكي، طمنينا. المشي كان محتمل، مفيش ألم جامد يا مريم، حاسه ان انت قادره تروحي البيت وتتمشي كل شويه. قدرت اتمشي كذا مره ومفيش ألم بسيط جدا. الفتحات صغيره زي ما كنت متوقعه. حتى يعني العمليه عجبتك؟ اي حد يجي يعملها. احب اشكر الدكتور محمد. تفضل يا ربنا، شكرا جزيلا، الف مبروك. Thank you.